FM. الكلمة ليك. سانتي. بلا سانتي تحضر بحثنا اليوم أخصائية التغذية وإيه معطية. مرحبا بك وإيه. صباح الخير. صباح. عجبتك سانتي. دقات القلب. تروحي في بلوك. دي اوكي نحن باش ما يليش قلبهم يدق بالقوي او كان نحن نعطيهم النصائح باش يبداو ديما لاباس فوالا نرجعوهم بعد نسهلوا لهم فوالا دونك الموضوع نتاعنا اليوم نحكيو على الماكله اللي تقوي المناعه في جسم الانسان خاصه ويام كيما نعرفوا توا الطقس قاعد يتبدل برشا ناس في ساعتهم رضا فوالا دونك نحن نعطيهم الماكله اللي لازمهم ياكلوها او موا باش يقاوموا شويه Voilà, donc tu vois surtout que le changement de température, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a فيسع معناها يمرضوا فيسع يقول لك ريجمي وكل شيء دونك تو البيريود اللي باش نحضروا للشتاء باش بقدرة ربي معناها نعديو الشتاء لاباس بلاش مرض وكل شيء مي ديما نحبوا وقايه طبيعيه ناتشوغيل نبعدوا على الحاجات الارتيفيسيل دونك تو باش نحكيو شويه على الحاجات اللي قويو المناعه في الماكله نتاعنا سورتو عنا الخضر والغلال اللي بيان سور مش طايبين معناها فهمت معناها لي فيتامين ان فيت لي فيتامين سي كيما القوارص بون تو مزالت السيزون مي عندنا كوميم السيترون نجم حتى كاس ماء يحط فيه شويه قارص بيان سور باش ما يكونش قوي فيتامين سي معناها فهمت جاب البدن وانا بور بي ان فيتامين سي سورتو احنا محظوظين اللي عندنا الشمس في تونس الفيتامين دي من الشمس هذاك زاد يقوي برشا المناعه le vitamine A surtout عندنا الكيوي يقوي برشا المناعه بون غالي شويه مي كوميم يقوي المناعه فوالا دونك خاصه الخضر والغلال ومن الخضر اللي يقوي برشا المناعه عندنا الثوم عندنا الثوم معناه حتى طيب ما يقلقش فيه اي طيب ما يقلقش ما فما شكون يقبلوه لوغو انه حتى هكيك يقصوه وياكلوه معناها هذيك ديما يقولوا انفع انه يكون انفع اما مثالش حتى طيب نحطوه في الطنجره نتاعنا نعطيهم شويه ديزاستوس باش يقبلوه نجم يرحيوه بالقدا يحطوا فيه شويه زيت شويه قارص حتى منه يولي بنين لوغو نتاعو بنين وما يقلقش معناها فوالا مش حار وكل شيء باش يكون انفع معناها ليهم هما الكل فهمت عندنا الكرومب زاد الكرومب يقوي المناعه الشامبينيون زاد يقوي المناعه سينو نجم ننصحهم زاد بانفوزيون يعملوه ينجموا حتى تولي جور ما تقلقش عندنا الكليل والزعتر نجموا كل يوم نغليو الكليل والزعتر زاد القرفه تقوي المناعه نجموا نغليوها مع الكليل والزعتر والا دبوزه ما معناها اللي باش يشربها عبد نهار كامل يحط فيها عود قرفه ديجا هي تسيب المنفعه نتاعها الكل ويشربها طول لون دو لا جورني معناها تو اكتوبر كامل كان واحد يعمل كل يوم كاس كليل وزعتر مع شويه مره ثوم مره الغله دو بريفيرونس تكون موجوده والقارص بقدره ربي نعدي الشتاء لاباس ان شاء الله والغله اللي تنصح بها ويام شنو؟ انا قلت لك الاكثريه الغله اللي فيها الفيتامين سي مي مازالت شويه معناها الميدالين البرتقال وكل شيء مازالوا شويه دونك شدوا يدينا شويه بالقارص توا لين يخلطوا بون قريب هما نورمالمون اول قريب تهبط الميدالين دونك تقوي برشا المناعه تو جينيرالمون فما رمان دونك ما فماش هي الغله بصفه عامه فوالا هما دو بريفيرونس الغله والخضره اي مي دو بريفيرونس يكونوا نايين معناها فهمت باش تاخذ المنفعة فوالا هما ديما ننصحوا بيهم وزيد ننصحوا بيهم توا مي لانفيزيون اللي قلت لهم عليها تنفعهم بالكدا بالكدا حكيت انا على الشمس وين اي كيفاش نعملوا معناها نتبرازيو لا احنا ديما معناها معرضين للشمس حتى واحد باش يخرج باش يمشي الخدمة ما يقولوش الصباح هي اللي تعطيك الفيتامين دي قوموا بكري مسيرش اللي قوموا مكري ركاو معنا ما نعملو عليه وعلى الخضرة والغلة فوالا سينو أبار سا معنا كيما قلنا فيتامين سي فيتامين دي فوالا وفيتامين أ ونصحتهم بار بالكيوي خاطر الكيوي غيش أو فيتامين اللي قوي المناعة معناها كي واحد يتبع هذوما الكل قلت ربي عادي فوالا ان شاء الله ان شاء الله أقل الأضرار فوالا واللي مرض ميساج يكلمنا توا نعاودوا ان شاء الله يعطيك الصحة معطية أخصائية التغذية هكا نكونوا خذينا فكرة على الماكلة اللي تقوي المناعة في جسم الإنسان مازلنا معكم في زيرو بوليتيك بعد شوية باش نبدا ناخذ في تليفوناتكم على 72 280 300 مكملين توا مع الموسيقى أصالة تغني لكم أكثر
كاب اف ام الكلمه ليك.